stores to buy. They have already sold for the guests like 100,000. Some you like fermented and baked. They produce some very small quantities. So they have the sun-baked bread and this like light biscuits and the baskets they give. قولي لي بقى ايه اخبار التدريب انت اتعلمت عايز كنجر اباوت وات ديد شي جيت بنفيت فروم ذا تريننج الشركات نفسهم حبوا التدريب حبوه جدا جدا يعني اللي بيحصل فيه والنشاط هترجم يا شيخ هترجم هترجم بيبقى اخضر عشان كده عملناه باللون الاخضر ودي حديث الولادة لفي بقى عندنا شوية ده يطلق حديث الولادة جينا ازاي حديث الولادة كتبنا البريد الصحي الرسائل باللون الأحمر اللي هي علامات الخطر عن طريق حديث الولادة العلامات دي والعلامات دي برضو الطفل علامات الخطر عند حديث الولادة باللون الأحمر بقى تركب So Amira is a line supervisor in one of the districts trained under MSHIP. وابتدينا حطينا الرسائل بتاعتنا علامات البسيطة والعلامات الخطر بالنسبة للطفل المحاضرة اللي بعدها تتابع عن رعاية الطفل ناقص الوقت وهو علاجه طبعا الحضن الداخلي ونزلنا صورة على اساس يبقى ايه ان شاء الله هنبتدي في التغذية السليمة والغذاء الطبيعية واسلوبنا وحاجة الحضن الداخلي ليه فايدة كتير بيجيب زود اللبن Central meat trainers are having to manual such a and train.